أنا دكتورة مارلين مبارك، استشارية الأمراض النسائية وجراحة التوليد، متخصصة في أوكسفورد، وتخصصي خاصة في جراحات النضور المعقدة لأمراض كالإندومتريوزيس أو البطانة المهاجرة، وإزالة الأورام الحميدة والألياف اللي بنسميها فايبرويدز. معظم الأزواج الحمل بصير خلال أول 12 شهر. المشكلة لما بصير في تأخير حمل، هذا بعمل كتير ضغط عليهم. هلأ إيش نحنا بنقدر نعمل؟ نحنا بنقدر نعمل فحوصات معينة عشان نشوف إيش السبب في تأخير الحمل، من ضمنها فحص الحيوانات المنوية، لأنه 30% من تأخير الحمل له علاقة بالرجل. بنفحص الإباضة، بنشوف اللي إشي اسمه ovarian reserve، لأنه الستات بولدوا بكمية معينة من البويضات. بنعمل فحص دم بنشيك عليه. الشيء الثاني المهم إنه نعرفه إنه 30% من الحالات بتكون السبب له علاقة بالست وبالرجل في نفس الوقت. هلا معرفة السبب لتأخير الحمل، إذا كان في أي سبب، وقتها بنقدر نقرر أحسن علاج ممكن نعمله، وبنقرر إيش الخطوة الجاي بالنسبة لهم. في بعض الأزواج الشيء الوحيد اللي بنقدر أو اللي بننصح فيه إنه يحاولوا شوي فترة أطول. ممكن يحتاجوا منشطات للإباضة إذا كان في مشكلة بالإباضة. إذا كان الأنابيب مسكرة أحياناً بنقدر نفتحها بجراحة النضور. فالتشخيص هو أهم مرحلة بالعلاج، وبعد هيك بنقرر المرحلة الجاية. عندي أنا كتير من الأزواج، خاصة إنه تخصصي هو جراحة نضور والبطانة المهاجرة، 40% أو 45% من الستات مشكلة تأخير الحمل إلى علاقة بالبطانة المهاجرة. جراحة النضور بتزيد احتمالات الحمل الطبيعي. عندي كتير ستات حملوا بعد جراحة نضور، كتير ستات حملوا بعد تنشيط إباضة. فالتشخيص هو المرحلة الأولى وهي أهم خطوة في العلاج.